السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو بخصوص الثالث متوسط، راح نوضح أهم القرارات اللي نزلت اليوم. أول مرة وكيل وزارة التربية دكتور فلاح القيسي قال بالنسبة لنتائج الامتحانات الثالث متوسط راح تنزل خلال أسبوعين، ونسبة النجاح راح تكون جيدة، والإجابات من طلبة الخارجي والمسائي يعني جيدة، لكن مو مع يعني ما ذكروا الصباحي باعتبار الصباحي يعني ما مجاوبين، لا هاي يعني الصباحي يعني عود يعني منتهين من عندها مجاوبين، لكن بالنسبة لي دا يأكد على طلبة الخارجي والمسائي يقول إجاباتهم جيدة. قلنا نسبة النجاح جيدة. لجنة التربية النيابية وصت وزارة التربية اليوم بمراعاة الطلبة وإضافة درجات لهم، ويعني والمساعدة تصحيح الدفاتر. يعني هاي خلصنا اليوم القرار اللي نزل. احنا عندنا درجات القرار نزلناها قبل كم يوم. درجات القرار للثالث متوسط هي يعني 5 درجات لكل درس، 5 درجات لكل درس، يعني هذا قرار ثابت. يعني بعد درجات القرار يعني لكل درس قلنا 5 درجات، يعني باعتبار ياخذ يعني بالدفتر 45 فما فوق، يعني 45 و46 و47 و48 و49، هاي رأسا يسووها 50. قلنا هذا قرار ثابت، لكن بعد راح تنزل قرارات جيدة، أو راح تنزل يعني قرارات احتمال يعطون 10 درجات لكل درس، احتمال يعطون يعني أكثر. فلحد الآن قلنا هذا قرار ثابت بالنسبة ل5 درجات لكل درس. الطالب اللي يمتحن أو يطلع بدرس أو درسين يعني باعتبار مكمل، أما اللي يطلع بـ3 أو 4 هعيني هاي باعتبار راسب. قلنا هذين القرارات لحد الآن ثابتة، لكن بعد راح يسوون اجتماعات وراح يسوون قرارات لصالح الطلبة، وإن شاء الله قرارات يعني تفيدكم، وإن شاء الله خير.